احنا لازلنا في الضريح تاع سيدي الخضر بالخلوف، ورانا في المقام نتاعو يعني في القبريه نتاعو، ورانا متواجدين عند النخله. النخله هذه يعني اللي عندها تاريخ كبير. الاغلبيه النخله تاع سيدي الخضر بالخلوف يعني كيفاش متواجده وكيفاش منصوبه يعني وكيفاش طالعه. هنا رانا متواجدين مع احد من احفاده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ابو فرما الخضر من احفاد سيدي الخضر بالخلوف. الله يعطيك الصحه. احنا رانا متواجدين، مرحبا بك. تاريخ سيدي الخضر بالخلوف، الدليل على هذه النخله هذه، دليل باللي هذا هو الضريح تاع سيدي الخضر بالخلوف، هو النخله. النخله هي شهاده اثبات باللي هذا هو الضريح تاع الخضر بالخلوف. ايوا كما يقول في القصيده، حفظوا صايتي ديروها تاج الرؤوس، يوصيكم الخلوف بعلم التبيين، تهلاو في خيمتي وشهدوا لي جلوس كما في اليقظه شاهدنا جبريل، النخله المثبته تلقح من بعد الهبوس حذاها يكون قبريه مسلمين. مسلمين. هذه القصيده تبيان، تبيين باللي هذا هو ضريح سيدي الخضر بالخلوف. صح. وذكرها في قصيده اخرى. بصح وكيفاش علاش دارت كيما هكذا وعلاش داروا لها الركازيات وطلعت كيما هكذا؟ كانت النخله كانت يابسه. كانت يابسه. وعاودت النخله هذه. لا خاطر هو زرعها. لا ما زرعهاش سيدي. زرعهاش. هو عنده العلم عليها باللي راهي متواجده في ذا المكان. اه. وكانت يابسه. من بعد كي توفى رحمه الله وبناوا عليه القبه هذه الاتراك، بعد الاتراك الدوله العثمانيه، من بعد بناوا بين لهم النخله هو وحكى لهم عن النخله باللي كاينه وكانت يابسه. بناوا القبه هذه حدا النخلة. صح. كي بنا واحد النخلة، النخلة مول الوفاة تاعو، الله أعلم عام عامين 23 24 الله أعلم. بدات النخلة. دهرت. هكذا يقولوا. ماشية. خرجت مستقيمة، ومن بعد يقولوا الروايات تاع الوالدين والجدود باللي خرجت مستقيمة، طلعت فوق ذاك السور ها راه وراه، من بعد قالوا تشاوروا، قالوا نقلعوا السور نحاول ندور. يعني صرا فيها نزاع. نزاع. أيوا هما وسوء تفاهم. سوء تفاهم. وسوء تفاهم ما تفاهموش. إن شاء الله ولا نشوفوا كيفاه نديروا، اصبح من جاو صابوا النخله ترجع بالحق. خلاوها. سبحان الله. ترجع حتى رجعت كاع وقدمت هذه المسير تاعها. كيما وصبحت في هذا الحال اللي كيما راهي. الحال اللي راه فيها هذا، والنخله ماهيش عاديه، ماهيش نخله عاديه. زيد السن تاعها ماهوش عادي. هذا الاعوجاج ماهوش عبثه. الاعوجاج هذا ماهوش عبث. زيد وعلاه ركزت هكا. ركز كيما عرف باه ما تاثرش عليها. هذه لو كانت جات طويله ديريكت زيد تاثر عليها. عليها. هي الاصل، هي الاصل تاع النخله تجي مستقيمه. تجي مستقيمه. تجي عامه. ايوا هكذا هكذا. بصح علاه جات بهذا الشكل هذا؟ هذا ربي سبحانه وتعالى، هذه خلق الله عز وجل. سبحان الله. آيه من آيات الله. وركزت هذا الركزه علاه باش ما تاثرش فيها الطبيعه، تقعد دائما شاده روحها. والعوجات ماهوش عبس، أروح نوريك هذا العوج شايف اللام. اللام. حرف اللام. اللام الله. صورها وشوف بعينها. شغل مشكله. حرف اللام. اه. سبحان الله، هذا ماهوش سبحانك ما خلقت هذا عبس. أيوة. زيدوا يحكي في القصيده ويقول لهم يا عجبة قصية يرعد منها السماء رعيد، ابني عمي ما عباو بيا، جربت قلوبها حديد، النخله منزلها حذايا. النخلة منزلها حذايا، يظلل في ظلها بعيد. فهمت المعنى نتاعها؟ يعني عندها قصة عندها طويلة. عندها قصة وعندها قصة طويلة. عندها حكايتها وعندها سرها. إيه. عندها أكثر عندها 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 خمس قرون هذه. ما كاينش اللي يعلم شحال عندها. ذاك سيدي خضر في الحياة تاعو قال لك النخلة المثبتة تلقح من بعد اليبوس. ما كاينش اللي راه عارف شحال السن تاعها. خاطر كانت كاينة مقبل. كانت كاينة مقبل. مقبل. ما كاينش اللي راه داري بالسن تاعها والنشأة تاعها وما لا يعلمه الله. كانت كاينة مقبل. هذه هي اللي. الله يرحم والديك. وعطيتنا يعني فتنة ودينا يعني الاستفادة من عندك. يعني في القصة هذه تاع النخلة هذه اللي البعض يعني البعض يتسألوا، بعض الناس يتسألوا كيفاش يعني قصتها وكل شيء. اليوم رانا دينا بعض التوضيحات من عندك والمعلومات من عندك. بارك الله فيك ونشكرك يا خويا على ومرحبا بالجميع. بارك الله فيك ويرحم والديك. بارك الله فيك.